Evet dedeciğim, bize kısa bir Kur'an-ı Kerim okuyabilir misin? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.